إذن حياكم الله مشاهدينا من جديد، ورح نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو الوحام وتأثيره على صحة الحامل. طبعا كثير نسمع أنه الحامل تتوحم على أشياء معينة وتكون هالأشياء أحيانا غريبة وأحيانا غير مستساغة، والأغلبية يعتقد أنها حقيقة والبعض يقول لك أنه هو عامل نفسي. أكيد للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتور سناء الجهني، وهي يعني أخصائية نساء وولادة في مدينة الأمير سلطان. طبي يسعد مساكي. أهلا وسهلا فيك. الوحم عموما منذ قدم، يعني من أيام جداتنا والأسلاف اللي قبل كذا، كان يقول أن الوحم له علاقة بالحمل، وأنه برضو الوحمات اللي تيجي على جسم البيبي. بس هذه هي مع التقدم مع العلم لا وجود لها، يعني وجدنا أنه هي عامل نفسي وليس عامل طبيعي وله يتعلق بالحمل. طيب يعني اللي قاعدين يتابعونا الحين ممكن يجي في بالهم سؤال، إذا هو عامل نفسي طب اللي احنا نحس فيه هذا إيش؟ هو من وين يجي بالضبط؟ الثلاث شهور الحمل الأولى يبتدي هرمون الحمل بالزيادة تدريجيا لحد الشهر الثالث، بعد كذا يستقر هرمون الحمل. فعشان كذا دائما التغيرات السريعة اللي في الثلاث شهور الأولى هي اللي تسبب تغيرات اللي عند المرأة بالنسبة لحاسة الشم والتذوق، رغبتها في الأكل، النوم، الخمول. فهذه كلها تغيرات جديدة على المرأة، فهي هم يربطوا رغبتها في الأكل، أحيانا تحب أنها تأكل شيء حالي أو شيء مالح، فيقولوا يعني في دراسات أنه ممكن لها علاقة بجنس الجنين. بيقول مثلا اللي تشتهي الحلا او اللي وحامها اكثر فهي حامل في بنت، اذا كانت بنت تهرج احلى فهي تشتهي احلى عشان هرمونات الانوثه يعني الولد عشان حامض لازم والولد يقول لا الحامض واقل الوحم يعني. حتى في حمله غير سبحان شفتي كيف. خلني اسالك، بما انك ذكرتي تذوق الحالي والمالح، بس في بعضها ما شاء الله يشطح ويروحوا بعيد، تراب، تايد، كلوركس، ما شاء الله زي كذا ثلج، اشياء عجيبه. معروف هذه اسمها بايكا، يعني هذا يعتبر مرض نفسي. فلو مثلا زاد عن الحد ممكن نستشير أخصائيين نفسيين بحيث إنه يشوف إيش المشكلة اللي تخليها تشتهي التراب أو الصابون أو التايد. بس هذا برضو يعتبر عامل نفسي وليش ما هو شيء ريليتد للحمل يعني. طيب دكتورة، في بدايات الحمل وخصوصا الثلاث أشهر الأولى وأنت ذكرتي هذا، المرأة تحس بأعراض بزيادة، ممكن غثيان، ممكن زي ما قلتي الهرمونات، حاسة التذوق، الشهية للطعام، كيف أخفف منها أقل قدر أنا ممكن أقدر يعني؟ لا هو شوفي زي ما قلنا، أهم شيء إنه تبتعد عن الوجبات الدسمة والوجبات اللي فيها التوابل الحارة، لأن هذه ممكن تزيد من الغثيان ومن الحموضة، لأن طبيعة هرمون الحامل هو البروجسترون يخلي الهضم مرة بطيء عند المرأة الحامل، فهذا شيء طبيعي من الحمل يعني. فعشان كذا ننصح إنها تأخذ وجبات صغيرة متعددة، أوكي، ولا انها تاخذ وجبه يعني اخر الليل، يعني قبل النوم بساعات ما تاخذ ولا شيء. او الافضل برضو يقول لك يساعد ان اللي تاخذ مثلا البسكويت المالح الصباح الباكر، او برضو يقولوا انه برضو الزنجبيل برضو يساعد على التخلص من الوحم واعراض الغثيان. ولو استفحلت الحاله فهذه لازم لها تدخل طبي بحيث ان يبتدي يعطوها فيتامين بي واشياء مضاده لل بالغثيان. جميل. فيلم الوحام هذا احيانا يجي البيبي فيه سواء كان سجاده وحمت على سجاده ولا كان ما يعني اشكال عجيبه فراوله، هو احيانا تكون حتى وحمه دمويه ويقول لك لا انت كنت تبي كرز شكلك ولا شيء، عشان في نفس الموسم تتلون وتصير باللون الكرز مثلا. هذه حقيقتها وش بالضبط؟ هذه موجوده تغييرات جلديه، يعني حتى عند اطباء الجلديه يقول لك هذه مثلا بيرث مارك اللي هي علامه ولاده، او الهيمنجيوما اللي هي الحمراء هذه التجمع الدموي. هذه تيجي من الولادة، ما لها أي تفسير ولا لها علاقة بالوحم، بس تعرفي أنه هم ربطوا الموضوع، لأنه ممكن أحيانا تصدف أنه مثلا هي تشتهي الفراولة تطلع فيها وحمة حمراء أو شبه الفراولة. أحيانا يقول لك أنه يعني جاها عسر ولادة، فهذه جيبوا لها اللي تبيه، كانت تبي مثلا كنب معين أو ذهب أو شيء، جيبوا لها اللي تبيه عشان تولد يعني. ويروح يشتري لها، والله أعرف واحدة اشترى لها ذهب زوجها ولدت ما شاء الله. الحمد لله ولادة زينة. معناها كل الحامل اللي عندنا خلي يجيبوا لهم أطقم ذهب عشان يولد ولا يتعسروا. نعتمدها هذه صراحة. في شيء يعني غير عن الأكل حتى، أنه ممكن بعض الحوامل تكره زوجها، تحس في ريحة، هذه غريبة. لأن حاسة الشم تصير حساسة بأكثر، فيعني فتصير حساسة لبعض الروائح،
على كده يمكن زوجها فعلا هو منظيف يعني فصارت تشم بزياده. لا بس يعني في اشياء ممكن رائحه الاكل رائحه صح. اشياء معينه في ناس بالعكس ممكن تحب ريحه زوجها غير عن انها تكره ريحه زوجها، فهي تعتمد على حاسه الشم يعني حساسيه الشم تزيد في وقت الحمل. كيف احنا نقدر نتعامل معها نفسيا ونأهلها انه ترى انت قاعده تبدعين في موضوع سالفه الوحام وهي السالفه ما منها نفسيه يعني كيف ياخذ زوجها يمشيها ويدلعها وهي حتنسى ان شاء الله يجيب لها وحام؟ لا غلط يجيب لها ذهب. هو نفسيا يتعامل معها نفسيا يعني يحاول يجاريها او اللي حوالينها يحاولوا يحتووها. يعني هي فتره حمل صعبه صعبه جدا وتكون المراه مره حساسه واي شيء يزعلها واي شيء يضايقها، فهي يعني فترة حرجة فهي تبغى لها شوية تعامل بحنية. جميل. البعض يتوحم على النوم تقعد لك 16 ساعة. ايوه لا هذا النوم عادي يعني موجود مش وحم، هو طبيعة الجسم يصير عندها خمول وقلت لك بسبب الهرمونات اللي هي البروجسترون والأشياء هذه يصير عندها خمول، فهم يقولوا وحم نوم بس هي طبيعة أي واحدة حامل حزيد ساعات النوم عندها. طيب هل ممكن صحتي أنا الجسدية تأثر على وحامي؟ أو يعني إذا أنا صحيا قبل الحمل صحتي كويسة معادن في جسمي والفيتامينات هل هذا له دخل ولا لا؟ في دراسات تقول أنه احتمالا لما تكون الوحدة مشتهية مثلا تأكل اللحم أو هذه أنه عندها هي الهيموغلوبين لو أو أنه عندها فقر الدم بس يعني ما في دراسات مؤكدة بس ممكن تكون لها برضو سبب في نقص الموالح عندك، مثلا تحبين تاكلين الشيبس ولا الأشياء المالحة ممكن عندك نقص في الملح الأشياء الحالية مثلا يعني هذه تعتبر أحيانا الجسم يحتاجها، بس طبعا ما نزيد في الموضوع يعني نحط صفرة حلا ويلا وبعدين يزيد الوزن وبعدها تدخل في مرحلة اكتئاب الوزن والسكر والأشياء هذه ما نبغى ندخل في مشاكل. في حال أنها أخذت الفيتامينات المطلوبة وأخذت الحبوب حق الغثيان في الصباح نفسيا حيتأثر موضوع الوحم عندها؟ خلاص تقول أنا أخذت حبوبي وأنا أوكي وضعي الحين مثلا ممكن أيوه ممكن يأثر أنها هي إذا شافت نفسها تحسنت حتى نفسيا حتتقبل الموضوع. طيب يعني في نصائح معينة أنت تقدمينها للمرأة الحامل خصوصا بالبدايات؟ في البدايات قبل أي وحدة أنها تخطط الحمل أنه تتشيك على الهرمونات على الفيتامينات، تأخذ فيتامين الفوليك أسيد لأنه أحيانا يمنع برضو من تشوهات الجنين بإذن الله. لازم تكون يعني مشيكة على نفسها تكون صحية ما عندها سكر ما عندها ضغط لو عندها أي مشاكل صحية تحاول تضبطها قبل ما أنه تدخل في موضوع الحمل. وزي ما قلت النصائح البسيطة حقت الوحام اللي هي الوجبات المتعددة، البعد عن البهارات وبعد عن الأكلات الدسمة والوجبات المتقسمة هذه الصغيرة، فإن شاء الله يمر الحمل بسلام. يعني دكتور سناء يعني المحافظة على الصحة قبل الحمل هي في النهاية راحة للحامل نفسها وراحة لمن حولها. شكرا لوجودك معنا يا دكتور، شكرا لك.